السلام عليكم، معاكم كابتن مينا، معانا الأستاذ سامر ومعانا سونيك. طبعا سونيك عنده طاقة وعايزين نفرغها، فحبينا نشارككم الطريقة اللي احنا بنعمل بيها ده. طبعا احنا متعودين نستخدم لعبة تانية اللي هي الحبل، بس طبعا مش موجود هنا، فاحنا استخدمنا التي شيرت ده استثناء يعني، وده غلط ما ينفعش نعمله برضو، بس احنا ما قدمناش اي حل تاني لحد ما ينزل يعني القاهرة ويجيب لعبة الحبل دي او يطلبها اونلاين. المهم اللعبة دي مهمة في تفريغ طاقة الكلب، لأن زي ما احنا شايفين بتجهد الكلب وبتشغل كل حواسه، سواء حاسة الصيد أو العض، وبتقوي الفك والرقبة. وطبعا لازم نكون حذرين، ما نبقاش بنعمل ده بطريقة صعبة أو قوية على الكلب، ولازم نعرف إن كل كلب وعنده قوة جسدية، ولازم ألعبه على قدها، ما ينفعش يكون جرو صغير وألعبه بعنف أو بقوة عالية. تمام، لازم الموضوع تاخدوا بالكم منه عشان ما تأذيش كلبك وانت مش واخد بالك. برافو. طبعا بنشد يمين وشمال مش فوق وتحت عشان ما نأذيش رقبة الكلب. حركه له على الأرض كده. برافو. شايفين سونيك يا جماعة؟ سونيك ده اليوم الخامس ليه في التدريب. حط دي راحة قلبك. طبعا سامر ملتزم جدا عشان نوصل للنتيجة دي، لو ما كانش هو ملتزم ما كناش هنوصل لأي حاجة من اللي احنا وصلنا لها، لأن زي ما احنا متفقين التدريب معتمد على صاحب الكلب أكتر من الكلب نفسه. صح يا سامر؟ تعب خلاص، ودي النتيجة يا جماعة. سونيك هو خلاص كده، سونيك نزل يقعد تحت. تعبت خلاص؟ انت خلاص تعبت؟